كما شاف الجميع فاللاعبين دخلوا عازمين باش حقوا واحد ثلاث نقاط اللي زيد تزكي من البقاء ديالنا هذه السنه هذه. تلقينا مع فريق اللي لا يستهان به، فريق كبير. الحمد لله كما شاف الجميع قدمنا مقابله جميله. نتمنوا باش جميع المقابلات اللي باقي نكونوا ان شاء الله في نفس المستوى ان شاء الله، ونزيدوا ناكدوا البقاء ديالنا ان شاء الله السنه حتى شي حاجه ما تحسمت لحد الان ان شاء الله. كما الشومه نقطه حتى هي غادي نزيد نخلينا عاوتاني نزيدوا نجتهدوا ونخدموا باش نبقاو باقي المباريات ان شاء الله الا ربحنا، وغادي نخدموا ان شاء الله ونجتهدوا باش نلقاو في قسم وطني الاول ان شاء الله. ما الحمد لله ما عنديش انا مشكل ديال الرسميه ولا هذه، المشكل هو انني في الفريق ديالي نعطيه نقاط اضافيه ان شاء الله. الوقت اللي كان ندخل نقضي الغرض ماشي مشكل. نتمنى من الله ان شاء الله المباريات الجايه تنصفنا ان شاء الله ونحيدوا من هذه المرتبه اللي حنا فيها.